السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض شرح الـ Disk Construction Cloud، واتكلمنا آخر مرة على الحصر الـ 2D، والنهاردة هنتكلم على الحصر الـ 3D. أول ما بندخل على الجزئية الخاصة بالـ Takeoff ونقدر نختارها من هنا، فبيقول لي إن أنت في خطوات معينة لازم تعملها. أول حاجة Define Classification and Measurement، إن أنت بتحدد وحدات القياس اللي أنت هتشتغل بيها، ودي إحنا حددناها، و Classification برضو اخترناها. تاني حاجة بترفع الملفات 2D وال 3D، برضو عملنا القصة ديت، دخلنا هنا في شيت اند موديل وعملنا ابلود للملفات 2D وال 3D، وبعد كده نبدأ بقى ايه نقيس. كريتك اوف باكج، طيب كريتك اوف باكج بنروح فين؟ بنروح هنا على الباكج ونقول له كريت ا باكج، وتبدأ بقى تشوف انت ايه الحاجة اللي انت عايز تحصرها. وليكن مثلا عملنا الوول والفلور والدور مثلا كولوم مثلا كريت باكج. الحص طبعا في 2D اسهل بكتير من ال 3D. خلينا نخش مثلا على الفلور، دي كل ده 2D، قلت 3D اهوت. المبنى موجود معايا، بلاقي هنا ادوات ممكن تساعدني ان انا اشوف المبنى احسن، اوربت او ان انا احركه بالشكل دوت، او ان انا فيت في فيو خليه يملا الشاشه، او ويندو اعمل زوم على جزء معين. هنا اقدر ان انا اقيس، لو انا عايز اقيس مثلا حاجه معينه، الحته دي من هنا لهنا مثلا قد ايه، هنا ممكن نجيبها بقد ايه، فيرست بيرسون كان في شخص معين بيتمشى في قلب المكان مثلا، اقدر اتحرك من خلال الاسهم وهكذا. بلاقي عند هنا اد زي بلان، حيث ان هو بياخد زي سيكشن كده، فتقدر تشوف المبنى من فوق من تحت، وده يفيدك في المراجعة. في اختيار جميل جدا جدا هنا فورم كلاسترز، بص بيعمل ايه، بياخد المبنى كله ويقسمه لي للعناصر بالشكل دوت. خلينا نعملها تاني اهوت، المبنى اهو، بعد كده لما تقول له قسم لي بياخد بقى ايه كل كاتيجوري لوحديها، تلاقي مثلا هنا الوول، هنا الدورس وهكذا، تقدر تشوف كل حاجه موجوده في المبنى، بيفرد لك العناصر. وهنا هتلاقي موديل براوزر، بحيث ان انت ممكن تقفل كل الويندوز او تقفل كل الوول سويب، تقفل كل الوول مثلا بالشكل دوت. عندنا هنا برضو البروبرتيز، اي حاجه تعمل لها سيلكت تجيب لك الخصائص بتاعتها، دي الليفل اللي عندي في المشروع اقدر اركز على الليفل معين وهكذا. طيب لما اجي اعمل الحصر بتاعي هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل كريت تيك اوف. طيب عايز لاني حاجه مثلا، انا الفلور، نعمل سيلكت للفلور، اخترت انا الفلور ديت، خلاص هو يشوف الفلور دي وايه الفلور تانية اللي بنفس الكاتيجوري ويبدأ يحطهم مع بعض او في نفس الطيب. يعني ادوس هنا على علامة الزائد واقول له ده خلاص، مش هقول له اسم الحاجة، هو خلاص خدها على طول. تمام، هختار اللي هي التولز ديت، دي هنا هبدأ اعملها مانوال، ابدأ امشي انا بالحاجة ديت، بيقول لي اختار اللون اللي انت عايز تعملها الفيل بتاعتها، واختار السيلكت الكلاسيفيكيشن بتاعتك والاوتبوت بالكاونت ولا بالميتر ولا المتر مربع، ماب اريا تو اريا. طيب ستارت تيك اوف، هو اوتوماتيك حسبها واداك الرقم قد ايه، مجرد بس تقول له موافق وتعالى انزل هنا هتلاقيها حصرها لك. واي واحد فيهم هتعمل سيلكت يبدا يجيب لي التفاصيل بتاعتها، وتقدر تعمل لها اكسبورت كملف اكسل. موضوع سهل جدا وبسيط.